احكي لي يا حاجة سمية، مشوارك كان عامل ازاي؟ الحمد لله، يعني انا طلعت على اتعلم انا الاول، وانا قبل ما اتجوز. ايوه. فكنت بثانوي عام طبعا انا القسم العلمي. حلو. وكانت الاساتذه تعدنا يعني، وفعلا دفعتي انا اطباء مهندسين، اقل حاجه كانت المدرس. فكان الظروف كده صعبه قاسيه، عين اخويا فقدها، فطبعا خيم الزعل في الحزن في البيت. فقعدت 9 سنوات ما فيش مذاكره ولا فيش ولا اي حاجه. فلما تحت الفرصه اشتغلت مشرفه حضانه ب 15 جنيه، بس كان ايامها يعني صرفت على نفسي ودخلت القسم الادبي، غيرت قسم الادبي علشان المصروفات. ايوه. اثناء كله ده اتجوزت، فطبعا جوزي كان برد مريض نفساني، لكن ما حرمناش من حاجه ابدا. وكان يقول لي يعني العيال، انا ما انجبتش على طول يعني، بس بعد ما جبتهم لو ما فيش، وانا احبهم خالص وهو يحبهم خالص، كنا عايشين في الحته دي ما نقصناش غير مرضه ده اللي يزعله من وقت لاخر. فالبت الاولانيه ان شاء الله ما كنت شد دروس خالص. كملي معاك. كنت شد دروس خالص، انا بستغرب على اللي بيدوا دروس الايام دي. كنت وصلتهم للثانوي من غير ما ياخدوا دروس. بس خدوا في العد المواد العلميه، انني بعض حاجات نسيتها يعني. في الثانوي، لكن الاعدادي ولا ابتدائي ولا اللي بيعملوه دلوقتي في الحضانات والحاجات دي فيش دروس زي كده. رياضه الاطفال بياخدوا دروس. والله ده صحيح، في رياضه الاطفال بياخدوا دروس. وكنت يعني مسخره نفسي ليهم. بيت عيله زي بعضه، لو في النهار اشتغلت ولا حاجه، حضانة الصبح وبعد الظهر بيت العيلة، والمريض اللي بيجيني ده لازم أكله وشربه، لازم يعني الراحة التامة لي. أيوه. لدرجة يعني أولاد سلايفي كانوا يجوني فوق ويقولوا لي يا مرت الأيام دي، أنا نسيت اللي كنت أعمله. الايام دي يجوني يقولوا ده انت كنت تخلينا طرف رجلينا نمشي على طرف رجلينا يا عمي يكون نايم. قلت له طب ما من حقه، ما حرمناش بحاجه من خالص يعني، والحمد لله. وحب بناته وحب عياله، ولا عمره زي ما باقي الاهل كانوا يقولوا لي بنات بنات مش عارف ايه، ولا حسسنيش. بقولت بين البنتين جاني ولد. اتوفى بين البنت الاولانيه بعديها ب6 سنوات، جاني الولد راح مات بعد 6 أيام، مات بعد 6 أيام في مستشفى الجامعي سوهاج. فأدي حاجة تاني، الدراسة وأدي يعني الصدمات. فالحمد لله يعني الواحد قدر يتغلب عن الحاجات دي وما سبش نفسه للزعل ولا لا ما يسبش نفسه بإذن الله. وكملت تعليمي واشتغلت في الحضانة، جاني التربية والتعليم. أيوه. اشتغلت في التربية والتعليم، مذاكرة الدروس للأولاد، بيت عيلة لازم، ما فيش قلت واحدة موظفة تشتغلش ولا خليها تعول أولادها ولا حاجة، لازم نشتغل في البيت الكبير وبيتي انا بعد ما تنام الاولاد اشتغل اطبخ واعمل واحط في الثلاجه عشان دلوقتي هيجوا هم. كنت اذاكر لهم يعني الوقت الفاضي اذاكر لهم. البنت الاولانيه اخذت بكالوريوس علوم وتربيه جنوب الوادي، والثانيه اخذت بكالوريوس تربيه رياضيه مع مكتبه الشرف في اسيوط. يا سيدي ما شاء الله. ومقدمه ان شاء الله تاخذ ماجستير.